النهاردة هنشرح موقع للربح من النت، موقع ممتاز ومجرب وصادق 100%، وهنشرح برضو ازاي انك انت الحد الأدنى للسحب، وتسحب ازاي، وازاي تسحب فودافون كاش او اورانج كاش او حسب الطريقة المتوفرة معاك. تمام، اول حاجة هنسجل ازاي. لازم يكون معاك ايميل، لو الجيميل يعني بمعنى صح، تكون فاكر الايميل ده لانه هيوصل لك رسالة تأكيد عليه، وتأكد حسابك بعدين. اضغط على الثلاث شروط اللي قدامنا دول، بعدين انشاء حساب، هتكتب في اول خانة الاسم الاول، الاسم الثاني الكنية اللي هي مثلا تكتب اسمك الأول واسم مثلا الوالد زي كده يعني، بعدين اسم المستخدم، تكتب اسمك بجانب أرقام يعني مثلا تكتب فهيم مثلا فهيم 525 زي كده يعني، بعدين تكتب بعنوان البريد الإلكتروني، تكتب بالإيميل بتاعك اللي أنت فاكره اللي هو بتاع الخاص بالجيميل، بعدين تكتب كلمة سر تحتك أنت، مش كلمة السر الجيميل، لأ كلمة سر يعني أنت لما تيجي تسجل في الموقع تحتاج كلمة السر دي، فتكتب كلمة سر بقى عبارة عن رقم حرف كابيتال وحروف سمول وأرقام، بعدين تأكد كلمة المرور، بعدين تدوس على آخر خانة اللي هي اشتراك وإنشاء حساب، اشتراك وإيه وإنشاء حساب. تمام، بس أول ما تيجي تدوس اشتراك وإنشاء حساب هتسجل في الموقع. بعد ما تسجل في الموقع، تمام، حاليا هنزلكم سكرين. بعد ما تسجل في الموقع هتلاقي قدامك ظهر قدامك زي انك انت لازم تأكد الايميل بالضغط مثلا على الخانة الفلانية دي. تمام، هضغط عليها هتوصلك رسالة على الايميل. بعد ما توصلك رسالة على الايميل هتأكد الايميل الخاص بي، أكد الايميل الخاص بك كويس. هسجل انا مثلا بالايميل الخاص بي حاليا، وهوريكم ازاي انك تشتغل على الموقع ده، وازاي تسحب فلوسك عن طريق فودافون كاش او باي بال او حسب الطريقة اللي داخل الموقع ده. تمام يا شباب، سجلت بالايميل الخاص بي. اول حاجة طرق الربح الخاصة بي، اول ما تفتح الصفحة قدامك اول ما تسجل هيقول لك العائد ما يصل الى $3 لكل 1000 نقطة، يعني انت مثلا نزلت رابط الحالة بتاعك اللي هو ده. تمام، لو في 1000 شخص لو في 1000 شخص دخلوا الموقع ده من غير ما يسجلوا كده انت اخدت $3، يعني دخل على الرابط بتاع الموقع مسجلش كده انت اخدت $3. تمام، طيب لو سجل في الموقع بتاخد انت 10 سنت، ودي نقطة كويسة جدا. تمام، والكل بيدور عليه، يعني انت مثلا معاك طبعا كله مع اصحاب على الفيس او واتس او كلابه، تنزل زي كده وتخلي الناس تسجل معاك، تسجلوا كذا كذا كذا، تم وتفهمهم برضو الدنيا وتبعت لهم الفيديو ده. تمام، وبتفيدوا بعض كويس. طيب انت حاليا دي الطريقة الوحيدة؟ لا، في اكتر من طريقة طبعا. الطرق التانية هي عبر حاجة اسمها المهام، تعمل مهمة 1 ومهمة 2 زي كده. مثلا مهمة 1 فهي مثلا يقول لك هنا بيتم تعيين فروض سيصرف في سنتين، يعني مثلا 100 سنت بيساوي $1 وهكذا. بيقول لي هنا في الأول عرض بيقول لي هتاخد 55 سنت لو عملت مثلا اللعبة دي أو الاستطلاع ده، هتاخد مثلا 528 سنت لو عملت الأمر ده، هتاخد مثلا 396 سنت لو عملت الأمر ده. طبعا 396 سنت ده $4 حاليا، $4، ده 528 سنت ده كده $5.20، ده كده 55 سنت، ده يعني معناه كده $0.5، وده حسب اللي جايلك فوق برضو، يعني حسب اللي بيقولك هنا اهو، لو تلاحظ 100 سنت بيساوي $1. تمام، هطلع كده من المهام كده، فهمنا المهام دنيتها ايه. طيب في حاجة أكسب منها تاني غير المهام؟ أيوة، في تكسب عن طريق حاجة اسمها الاستطلاعات غير المهام طبعا وغير الإحالة اللي احنا قلناها. في حاجة بقى اسمها الاستطلاع، يعني بتجاوب على شوية أسئلة كده بيسألها لك اللي هي دي مثلا، وفي برضه حاجة اسمها المساحات الخارجية، وفي دراسة إحصائية والكلام ده كله تجرب فيه كويس.
عشان اقفل الفيديو بس. طيب دلوقتي انا مثلا جمعت مبلغ على اسحب، او الحد الادنى للسحب كان، او اسحب فودافون كاش او اورن كاش ازاي؟ اول حاجة هروح مثلا على ايادات الدفع دي، مثلا هتظبط ايادات الدفع بتاعتي. طيب زي ما انت ملاحظ بيقول لك الحد الادنى للسحب هو $20 بس، يجيب 150 احلى، او $30 حسب شغلك في الموقع، مش لازم احالات. تمام. طيب انت مش معاك حساب بيبال، او حساب البيبال اللي معاك ما شغالش، او مش متاكد بمعنى صح، هتعمل ايه؟ هتسحب فودافون كاش، هسيب لك موقع لناس في صفحه الفيس، الناس دي يعني محدش يشتكي منهم. بعد ما توصل للحد الادنى اللي هو مثلا $20 او $30، هتكلمهم هتقول لهم انا عايز الايميل للبيبال عشان احول لكم فلوس، وتبعتوا لي الفلوس دي فودافون كاش. هم طبعا بياخدوا نسبه منك سواء 20 او 30 جنيه يعني، على حسب، ما مش عارف يعني، انتوا هتتفقوا مع بعض في الوقت ده. الصفحه دي انا ما اعرفهاش، بس دي بتقدم خدمات يعني، تمام، وصفحه موثوقه كويس. بس ادي كل الموضوع في السحب فودافون كاش والشغل على الموقع ده. يا ريت يا جماعه شو لايك، واللي مش مشترك في القناة اشترك من الزر الأحمر أسفل القناة ده عشان يوصلك كل جديد. وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يعجبكم.